قناة أصفار ورحلات الدياني ترحب بكم وترجو لكم مشاهدة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مخازن أوشكال، المخازن المعلقة. صراحة الوصول هنا صعب، والمرور في جنب هذه المخازن التي أصبحت الآن مجرد آثار محفوف جدا بالمخاطر. فابقوا معنا من أجل مشاهدة طريق الوصول لهذه المخازن، وكذلك بعض النصائح باش اللي جا هنايا شاف وخدا صور تذكارية واستمتع بهذا المكان يرجع سالم غانم بإذن الله تعالى. إذا بقوا معنا وأرجو من الله عز وجل تستمتعوا في رعاية الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. حلقة مميزة طبيعة الحال، غادي نزوروا المخازن المعلقة اللي شفتوها في التقديم، واللي هي واحد المنطقة خطيرة جدا، الوصول إليها صعب والمشاهدة ديالها والجلوس فيها صعب جدا. لابد من المرور من بوتفردة، قرية صغيرة ضاربة في العمق المغرب العميق، العيش فيها صعب جدا فصل الشتاء، تهاطل ثلوج تقطع الطريق، ولكن والله الحمد والشكر الآن ولات تجهيزات، ولات الأمور مزيانة، لوجيستيك مزيان إلى حد ما. بوتفردة جماعة قروية حوالي 8000 نسمة، العلو ديالها تقريبا واحد الألف ما بين 1500 و1600 متر عن سطح البحر. فيها مدرسة، فيها كوليج، تتعد على أغبالة ب 30 كيلومتر، وعلى تيزينيسلي ب 20 كيلومتر، وعلى تيفير نيت حمزة في الاتجاه الغربي ب 25 كيلومتر، وعلى بني ملال ب 90 كيلومتر عبر القصيبة بطبيعة الحال، وعلى إيميل شيل ب 50 كيلومتر. بطبيعة الحال تفكت العزلة، ما بقاتش أمور كما كانت، ولا الشوانط ولا الترونسبور ما بقاش إشكال كما كان من قبل، ولله الحمد والمنه. اذا هذه اللي تشوفوا معنا دابا، اللي تقوموا معنا فيها بواحد الجوله، هي بوتفرده. طبيعة المنطقه امازيغيه، الاهالي هنا يتحدثون الامازيغيه، ومنهم من لا يتقن غيرها. اذا باش نمشيو للمخازن المعلقه لابد من المرور واطلاله على هاد بوتفرده. طبيعة الحال اليوم إن شاء الله تعالى هاد المخازن المعلقة اللي غادي نتفاجئوا بالعمران ديالها إذا صح التعبير، وبالطريقة باش مبنيين دوك المخازن وفين كاينين. بقاو معنا باش تستمتعوا، لكن قبل ذلك صلوا على النبي الحبيب وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا هذا اللي كنت نشوفه دابا هو كوليج ديال بوتفرده. طبيعة الحال كوليج ما قديمش، وبطبيعة الحال كاينين دكاكين متنوعة، كاين مكتبات، كاين. إذا هذا هو كوليج ثانوية بوتردة الإعدادية، من تيساليو الإعدادي تيمشيو تقريبا تمشيو لإعدادية التفاح في تيزينيسلي، أو أغبالة. أغبالة اللي ما بعيداش بزاف كما قلت لكم، حوالي 30 كيلومتر، ولا دابا الترونسبور سكولير ما بقاش إشكال. هذه السقاية تذكرني بواحد الجولة قمنا بها أنا وسعد العزيز، وكنا عمرنا الماء ونسى القرية ديالو هنايا ومشينا. تقريبا دابا الماء مبقاش، ولا مشكل كبير ديال المياه. نسأل الله عز وجل يغيثنا ويكون شي عام زيان هذا العام إن شاء الله تعالى، باش ترجع المياه لمجاريها. فأمور صعابت وصعبت بكل ما تحمل كلمة من معنى. هذه اللي قدامنا هي مدرسة فردة. هذه المدرسة هي تذكرني بواحد عدد كبير من الأصدقاء اللي خدموا هنايا، مجموعة مدارس فردة المركزية تابعين لها فرعيات اليوم بعد. فردة كانت تعتبر واحدة من أصعب المؤسسات اللي يمكن يجيهم الإنسان من أصعب النقاط في إقليم بني ملال، لكن كما قلت لكم تفكت العزلة إلى حد كبير جدا. حنا دابا غاديين في الاتجاه ديال تيفير نيت حمزه. انا درت هاد اللقطات بديت بهم غير باش تعرفوا بوتفرده كيفاش دايره، وديروا عليها واحد
الإطلالة، لأن معرفة الأمور خير من جهلها. عاد غادي نولي نرجع معاكم من هاد الطريق منين جينا باش نمشيو للمخازن أو جقال. طبيعة الحال المنطقة معروفة بالكسيبة ماشية وبزراعة زراعات معيشية وبالضيعات ديال التفاح، لأن الجو بارد هنايا، التفاح وما إلى ذلك. إذا هنا دابا رجعنا باش ندخلوا المخازن أو جبال. هذه الطريق هي أصلا غادية لجهة تنقالف وإنبلشير وما وراها، لكن بل تتوصل هنا تتنعطف يمينا في اتجاه مخازن أو جبال. 7 كيلومتر ونص اللي مكتوبة هاد البلاكة، بطبيعة الحال تعتبر غير معبدة. 7 كيلومتر ونص وكلها طلوع، 7 كيلومتر ونص كلها طلوع. تتم غادي وسط هاد الفارم ديال التفاح وديال البرقوق وديال المسائل اللي تتماشى مع الجو البارد ديال المنطقة، ثم أشجار البلوط بطبيعة الحال. وهنا غتلقاو البلاكة ديال الجيت اللي كاين هنايا، وهو جيت رائع جدا ديال واحد الصديق ديالنا. هو جيد وفي نفس الوقت عنده مأوى وأتمينة مزيانة. إذن غادي نمشيو بيست وسط أشجار البلوط هاد 7 كيلومتر ونص. بطبيعة الحال هنا في فصل الصيف تيكون الجو حار جدا، ولا بد من إحداث أصوات ولا بد من إحداث ضجيج، لأن تيكون الأفاعي هنايا في المنطقة تيكونوا بزاف. ما كاينش ما بانش لينا الآثار ديال الخنازير البرية. واحد الوقت ملي كان الشتا طيح بزاف كنا تلقاو هنايا الحصاد بزاف. إذا كملنا اتجاه مخازن أو جقال. هاد الطريق غادية تخرج لجهة تينكارف وما جاورها، ولكن بيست حنا حدا هاد الشجرة اللي تشوفو بالضبط غادي نعاطفو يمينا باش ننزلو للمخازن. إذا من هنا غادي ندورو يمينا باش ننزلو المخازن أو جقال. بطبيعة الحال تيجي بزاف هنايا لي زيترونجي، لو غرونيي، لو غرونيي أو جقال. تتمشي واحد 500 متر تقريبا بريسك وتبدا تطل المخازن. هادو المخازن تيبانو من الفوق بطبيعة الحال، مخازن أو جقال هما هادوك تيبانو من الفوق. من الناحية الأمنية ما كاينش المشكل، لقينا واحد الوليدات صغار هنايا، قلنا لهم غنخليو عندكم البشكليطات، خلينا عندهم البشكليطات هنا الفوق. وبطبيعة الحال غادي ننزلو باش نمشي للمخازن المعلقة. الأهالي الله يكثر خيرهم صوبوا واحد الدريجات كما تتشوفوا بالعود. هنا تدير إطالة على واد عطاش، وهنا تتبدأ خطورة. طبيعة الحال الإنسان لا بد يأخذ الحيطة والحذر، ما يكون هذا لا ساكادو كبير لا شي حاجة، لأن ساكادو يمكن يعرق ليك المسير ويمكن تشدك شي حجرة ولا هادي، ورا لا قدر الله إنسان طاح راه كارثة. إذن كاين هذا الطريق من هنايا، وكاين طريق أخرى ولكن أبعد وأصعب. حنا اضطرنا هادي باش على الأقل ناخدو فكرة. أنا فات لي جيت هنا ورا فات لي درت فيديو من قبل في هاد المخازن المعلقة، لكن كل ما تاحت ليا الفرصة نعاود نستغلها باش نعاود نشوف. إذن كيما قلت لكم هنا تنطلعو على واد عطاش، والهيه راه تتبان طريق ديال تيفير تنيت حمزة، إلا رديتو البال راه الهيه تدوز من حدا واد عطاش. إذن ما حدنا حنا غاديين والمسار تيضيق والمأمورية تتصعب. بطبيعة الحال إلا كانت الحرارة كتيرة خص الإنسان يحتاط. علاش؟ لأن في بعض الأحيان تيكونو الأفاعي. هادشي علاش نقول لكم دائما الإنسان يبقى يحدد صوت، اذكر الله عز وجل، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، باش هذاك الصوت ديالك إلا سمعوه الزواحف اللي كانوا في المنطقة غادي بطبيعة الحال يهربوا، لأن الزواحف من الطبيعة ديالهم راه تيهربوا، هما ما تيهجموش. إذا نرجعوا لهاد المخازن المعلقة، أو تسمى كذلك بالمطامر العالية، أو تسمى بالمخازن المعلقة أو مخازن أو جقال، وتسميوها بتمازيغ تيحونان أو جقال. طبيعة الحال هي تتواجد في عمق جبال أطلس الكبير. باللي دزنا من هاد المسافة
وهذه المسالك توقع على وسط اشجار البلوط، وصلنا لهذا الجرف المنيع تيطل على وادي عطاش بالجماعه ديال بوتفرده القليل بني ملال. بطبيعه الحال جمال فائق، وبطبيعه الحال معمار معلق وهو فريد من نوعه البناء، غادي تشوفوه معايا بعد قليل. بطبيعه الحال الانسان القديم ابدع وامتع في هذا المخازن اللي بنى هنايا. بطبيعه الحال العلو ديالها حوالي 2000 متر عن سطح البحر، الجهه الشماليه الاطلس الكبير، قياده ديال تيزي ميسلي. بطبيعه الحال شريط صخري فوق كيلومترين وعلى ارتفاع يزيد 450 متر فوق الوادي ديال عطاش. شوف البلاصه منين جينا، وشوف البلاصه فين راحين، فين كاينين المخازن. وتنقسموا هاد المخازن لقسمين غير متصلين، واحد يكون من 350 او 400 غرفه للتخزين، ومخازن يتم الوصول اليها من فوق تتسمى المخازن العليا هي اللي فيها حنا، وكاين المخازن السفلى غادي نزوروها مره اخرى ان شاء الله في قتل الجيد ديالنا. بطبيعه الحال هذا التورات هذا ارتبط الظهور ديالو بنمط العيش اللي تعتمد على الترحال او نصف الترحال، واللي تفرض على القبائل التنقل بين المراعي تبعا للكلاء وتبعا للماء، ولا بد من شي بلاصه يخليو فيها جزء من الممتلكات ديالهم سواء كانت ماديه او عينيه في واحد البلاصه اللي هي امنه تيرجعوا. وبطبيعه الحال تاريخيا كاين اللي تيقول باللي هاد المخازن تاسسوا في القرن 17 واللي تيقول في القرن 18، ومجموعه ديال القبائل اللي تيقولوا بناتها شي مرات تيقولوا ايت ويدير، شي مرات ايت يمور، شي مرات ايت عبدي، ايت سخمان وما الى ذلك. النظام ديالها بطبيعه الحال هو كل قبيله تتوفر على مخازن محروسه، وتيكون واحد الحارس واحد وتيتواصلوا معاه بواحد المود باس كلمه سر. بطبيعه الحال هذا الحارس يكون عنده واحد الدرايه كامله بكل الابواب، وتساعد الاصحاب ديالها على استخراج المؤونه ديالهم. بطبيعه الحال غادي نزيدوا تفاصيل اكثر في فيديوهات قادمه ان شاء الله تعالى. بطبيعه الحال لابد من الاشاره الى ان هذه المخازن استعملت كذلك في محاربه الاستعمار الفرنسي، بحيث كانت تخزن هنا الدخائر و البنادق وما الى ذلك. إذن عوامل كثيرة ساهمت في الاستغناء على هذه المخازن الجماعية، غادي نشيروا لها إن شاء الله في الحلقة القادمة. إذن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.